رحلة تأسيسية لشركة بافاريا لطفايات الحريق تمتد لأكثر من 40 عاماً، عندما سافر نادي الرياض ذلك الشاب الذي لم يتجاوز عمره 18 إلى ألمانيا عام 1960 ليلتحق هناك بكلية هندسة آلات الإنتاج لمدة 5 سنوات ليتلقى تدريباً خلالها في شركة بافاريا الألمانية، واستطاع أن يقوم بتعديل في التصميم الفني لأحد المنتجات مما خفض من تكلفة إنتاجه بنحو 250,000 مارك. واعتمدت القوات المسلحة الألمانية هذا التعديل وقررت له إدارة الشركة 5,000 مارك مكافأة، إلا أن نادر رفضها. فرفض نادر لمبلغ المكافأة جعل الشركة تقدره وتحترمه وتوافق على البدء في مشروع شراكة لبناء مصنع صغير في مصر. وفي بداية عام 1999 قامت بافاريا مصر بشراء 100% من أسهم شركة بافاريا ألمانيا لتحصل بذلك على مزايا عديدة على المستويين المحلي والدولي من خلال الاندماج والتكامل في الإمكانيات الإنتاجية للشركتين، وكذلك تبادل الخبرات والتقنية التكنولوجية المتطورة. شغل المهندس نادي الرياض عدة مناصب مختلفة إلى جانب رئاسته لمجلس إدارة شركة بافاريا لتصنيع أجهزة الإطفاء، وقد قلده الرئيس يوهان تراو رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 2003. رفض رياض التجنس بالجنسية الألمانية لأسباب أهمها أن مصر وفرت له تعليما وحياة وفرصا للنجاح كما يقول.